فوز مهم ومستحق للنادي الاهلي في مباراه الاياب بدور 32 من دوري ابطال افريقيا امام فريق مونانا، وفوز بنتيجه 3-1، والنادي الاهلي بيواصل الانطلاقه الجيده ليه في بطوله دوري ابطال افريقيا نحو طبعا تحقيق هذه البطوله مع نهايه الموسم. لكن معايا في هذه اللحظات كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، ببارك لك مباراه كبيره النهارده واداء جيد ونتيجه جيده وبدايه قويه للفريق في البطوله. ده اخر تسجيل يعني عشان تبقى عارف مش هتسجل تاني. بص يا سيدي، الحمد لله طبعا على المكسب والحمد لله طبعا على النتيجه. المباراه طبعا مهمه جدا، والفصل ما بين بطوله الدوري اللي ختمناها يوم الحد اللي فات، فكان ضروري جدا ان انت بعد انتصار كبير او تتويج كبير لازم يبقى في كلام مهم جدا جدا للعيبه يتقال، وده اللي حصل الحمد لله رب العالمين. واللقاء اتعاملنا معاه الحمد لله جهاز فني واللعيبه بمنتهى الذكاء ومنتهى قوه الشخصيه على حسب الاجواء اللي موجوده، الاجواء المناخيه، الرطوبه عاليه جدا جدا والجو صعب جدا، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني الاجواء دي اتعاملتوا معاها ازاي يا كابتن سيد؟ وانتوا كجهاز فني كان كلامكم ايه مع اللاعبين، خصوصا في ظل الصعوبات سواء السفر او ارضيه الملعب او المناخ زي ما حضرتك قلت؟ زي ما قلت لك، يعني انت كجهاز فني ولاعيبه اتعاملوا مع اللقاء بمنتهى الذكاء ومنتهى قوه الشخصيه في التعامل مع اللقاء. ربنا كان موفق، وكان ممكن في الشوط الاول كمان كانت النتيجه تبقى مزيد من الاهداف، لكن الحمد لله رب العالمين. زي ما قلت لك كانت المباراه بالنسبه لنا مهمه، لسه كمان هنشوف طريقنا، طريق البطوله الافريقيه، طريق بيتاخذ على مراحل، مرحله صعبه مش سهلة، وطريق لسه طويل، فخدنا المرحلة الأولى ونجحنا فيها الحمد لله. وبعد بكرة هنشوف القرعة بقى إن شاء الرحمن، هي مش بعد بكرة آسف، يوم 21 اللي جاي إن شاء الله هنشوف القرعة هتودينا مع مين. إن شاء الله بإذن الله يكون الطريق كويس وبإذن الله نكمل. يعني شايف إن البداية كده مناسبة للفريق إن شاء الله عشان تبقى دفعة قوية لتحقيق هذه البطولة الغايبة يا كابتن سيد؟ لا خلاص، أنت عديت المرحلة بقى، يعني خلاص الماتشين بتوع مونانا في القاهرة وهنا خلاص انتهوا، هتبص لمرحلة المجموعات اللي زي ما قلت القرعة بدري شوية، يوم 21 هتبقى في القاهرة بإذن الله، وهنشوف هتسفر عن ايه القرعه يعني. فخلينا ننتظر، لكن الحمد لله المرحله الى حد كبير معدينا بنجاح كويس ان شاء الله. عاشور عايزين نطمن عليه. عاشور حاسس بحاجه في الانكل، لكن الحمد لله 400 مش مقلقه ان شاء الله. اجاي اسباب ان هو ما وصلش وانضم لمعسكر الفريق كان ايه بالظبط؟ اجاي كان بعت لنا يعني وكلم من يومين معانا ان هو مش لسه لحد دلوقتي ما خدش تاشيره بولندا. بالتاكيد عنصر مهم جدا جدا، لكن كان وجوده في المنتخب باذن من الجهاز الفني. هنشوف الامر في الفتره اللي جايه باذن الله، يعني بعد انتهاء بقى مباريات الوديه من خلال المنتخب النيجيري هينضم ليه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن سيد. شكرا. ده كان لقائنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره عقب هذا الفوز المهم والغالي للنادي الاهلي هنا في ليبرافيل وفي الجابون طبعا، ومباراه الاياب في دور 32 امام فريق مونانا. اكيد كان فوز مهم، تواصل البدايه القويه بالنسبه للنادي الاهلي اهم، عشان النادي الاهلي ان شاء الله يبقى عنده الدفعه المناسبه لتحقيق هذه البطوله الغائبه منذ 5 سنوات. يا كابتن فاروق، الهدف الاساسي خلاص بالنسبه للاعبين ان هم ان شاء الله حققوا هذا اللقب الغالي. خليني اقول لك ان شاء الله هنكون متواصلين معاك ولقاءات اخرى هنا من امام غرف ملابس النادي الاهلي عقب انتصار الفريق على فريق مونانا بنتيجه 3-1. عوده ليك يا كابتن فاروق.